مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. ومثل ما بتعرفوا بكل هيدي الفترة نحن عم نعمل مراجعة على دروس قديمة تعلمناها، بس أكيد لازم نرجع لها من وقت لوقت حتى ما ننسيها أبدا. ومثل ما بتعرفوا كمان أنه نحن بنستخدمها بحياتنا، وأكيد أنتوا بكل هالفترة كنتوا عم تختبروا الأشياء اللي تعلمناها عم تشوفوها بالحياة اليومية، وهذا شيء كتير حلو. اليوم بحصتنا رح نكون عم نتذكر مع بعض عدة طرق لكتابة الأرقام. تعرفوا أنه نحن فينا نكتب الأرقام بالرقم مثل ما منعرف، وفينا نكتبهم بالأحرف in letters، وفينا نكتبهم بالإكسبندد فورم. تتذكروا هيدا الكلمة شيء إكسبندد فورم؟ أنا اليوم رح ذكركن فيها، ورح أرجع أعمل بعض التمارين يلي بتذكرنا شو المقصود أنه نحن نكتب الأرقام numbers بعدة طرق. منشان هيك بدي أذكركم تجيبوا دفتركم والقلم وتستعدوا وتفتحوا دينيكم وعيونكم منيح لحتى نبدأ سوا بحصتنا لليوم. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus 1 when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. وهلأ خلينا نكون مع أول تمرين بحصتنا. مثل ما قلت لكم رح نحكي عن شيء اسمه expanded form. أكيد أنتو تعلمتوه من قبل، إذا كنتم نسيتوه اليوم فرصة أنه تتذكروه، وإذا كنتم متذكرينه فرصة أنه ترجعوا تساعدوني لنحل هيدا التمرين يلي موجود هون. أول شيء نحن بنعرف أنه كل رقم في عنده مكان ما فينا نشيله منه، بنسميه place value، يعني الوحدات عندهم مطرح، والتنز يعني الوانز عندهم مكان، والتنز العشرات عندهم مكان، والهندردز كمان عندهم مكان place value. يعني بنبدأ بالهندردز بعدين التنز بعدين الوانز، ما فينا نغير محلاتهم وإلا بيتغير كل الرقم. فنحن إذا كنا عم نقول مثلا 25، بعرف أنا أنه التنز هن 2 تنز بيعطوني 20، و 5 ones. بالplace value تبع التنز في عندي 2، بالplace value تبع الوانز عندي 5. إذا كان عندي 100 25 بكون زدت 1 place يلي هو لل hundreds للمئات. كرمال هيك لما أنا بدي أكتب الـ expanded form، يعني مش رح أكتب بس مثلا هون 548 5 هي بالـ hundreds place، الـ 4 هي يعني 4 tens، والـ 8 هي 8 ones. لما بدي أكتب الـ expanded form يعني الشكل الموسع إذا بدكم لهيدا الرقم، الشكل الموسع اللي نكبر بدنا نكبره، بنصير نكتب كل وحدة لحالها. كم hundreds عندي؟ 5، يعني 5 hundreds. بلس بزيد عليها، كم تن عندي؟ 4 tens، يعني 40. وكم 1 بلس 8 ones بكتبهم، يعني بتصير 548 500 + 40 + 8. لما بدنا نكتبها مثل ما هي عادة بتكون بهيدا الشكل.
بهذا التمرين عنا يهون مكتوبين بالإكسباندد فورم، وهلا أنتوا رح تساعدوني لنكملهم كلهم ونكتبهم بالشكل الصحيح. 200 plus 80 plus 3، يعني عندي بالبليس فاليو تبع ال 100s 2 يعني 200، وبعدين عندي 8 tens وعندي 3 ones، يعني بتطلع 200 بكتب 2 80 و 3، بيطلع هيدا هو الرقم 283. هي مكتوبة بالإكسباندد فورم وأنا عم بكتبها عادي برقم عادي. أوكي منكمل. هلا أنا مشيت هيك، كان فينا نمشي فيهم بالدور 1 2 3 4، بس اتس أوكي، مهم إنه نحلهم كلهم سوا وأنتوا رح تفكروا معي. عندي 700 plus 50 plus 8، تأكتب الرقم يعني بالبليس تبع ال 100s عندي how many hundreds 7، بالنص في البليس تبع ال 10s how many 10s عندي هون انا 5، بالبليس تبع ال 1s عندي 8، بيطلع الرقم عندي 758، يعني 700 plus 50 plus 8 هيدا الاكسباندد فورم. منكمل. عندي 0 plus 40 plus 4، يعني بال 100 place عندي 0، يعني ما عندي 100s. اوكي يعني ما بكتب شيء. بال 10s place عندي 4، 4 10s يعني 40، بحط 4 وعندي 4 ones، بيطلع الرقم ما فيه 100s، فيه بس 10s and ones يلي هو 44. انتبهنا لانه هون 0 يعني ما عندي 100s ابدا. اللي بعدها 100 plus 30 plus 5. 100 اول شيء ببدا بال 100s بكتب 100، 3 10s يعني 30 بحط 3 بال 10s و 5 ones، والجواب هو 135. الاكسباندد فورم تبعه هو 100 plus 30 plus 5. منكمل. عندي 300 plus 30 plus 4. بالبليس تبع ال 100s عندي 300. 300 يعني بكتب 3. بالبليس اللي بالنص تبع ال 10s عندي 3 10s كمان بكتب 3، بالبليس تبع ال 1s عندي 4 1s يعني بكتب 4، والجواب النهائي هو 334. هيدا الاكسباندد فورم وهيدا الفورم العادي the number يعني itself. بعدين عندي 800 plus 20 plus 7، هيدا الاكسباندد فورم. How many hundreds بالبليس هون تبع ال 100s عندي 800، بالنص 20 يعني 2 10s وال 1s هن 7، والرقم بيطلع 827. كمان عندي الاكسباندد فورم بال 100s عندي 4، بالتنز عندي 770 لأنه، وبالونز عندي 0 بكتب 0، هون لازم اكتب 0 حتى يطلع عندي الرقم 470. 600 plus 0 plus 4، بالبليس تبع ال 100s عندي 600 يعني 600 كأنه plus 0 tens يعني بحط 0، ما عندي tens بس ما فيني ما حطها هون، لازم حطها لأنه في المطرح تبع tens لازم يكون موجود، وبعدين هون plus 4، ال 4 هن ال 1s، والجواب بيطلع 604. ما في شيء بال tens بس لازم حط 0 وإلا بتصير 64 بيكون غلط،
لازم حط زيرو بالنص لحتى يطلع الجواب فيه hundreds و tens و ones. tens هن زيرو بس لازم يكون في إلها مكانة موجود. آخر مثال هون هو 300 plus 80 plus 4، هيدا الإكسباندد فورم، الشكل الموسع. بكتب 3 بالهندردز بليس، بكتب 8 بالتنز، وبكتب 4 بالونز، والجواب هو 384. التمرين اللي تحت هو العكس، عنا الرقم وعم بيقولوا لنا write each number in expanded form. اكتبوا كل رقم بالاكسباندد فورم بالشكل الموسع تبعه. عندي 456. بلش بالهندردز، هن قلنا 400 بلس مثل ما عم بسمع 50 بلس 6، وهيدا الاكسباندد فورم تبعوله. اوكي مثل ما عم بقول 456 400 بلس 50 بلس 6. اللي بعدها 605، عندي بالهندردز 600 يعني بلس قديش عندي بالتنز؟ زيرو، ما عندي تنز، بكتب زيرو. بلس قديش عندي بالونز؟ 5، يعني 600 بلس زيرو بلس 5. 718 عندي، يعني 700 بلس 10 بلس 8 يلي هن الونز، بيطلع 718. 824 يعني عندي 800 بلس 20 بلس 4. هيدا هو الاكسباندد فورم، كم هندردز وكم تنز وكم ونز بقدر اكتبهم بهيدا الشكل. الرقم هو 923. عندي 900 بلس 20 مثل ما انا عم بسمع بلس 3، هيدا الاكسباندد فورم وهيدا هو النمبر 923. 900 بلس 20 بلس 3. واخر مثال 560. 500 plus 60 plus قديش هون؟ 0 plus 0 تيطلع عندي 560. وهيك بنكون رجعنا تذكرنا مع بعض الـ expanded form كيف بكون عنا ياه ومنلاقي منه الرقم، والعكس صحيح كيف بكون عنا الرقم ومنلاقي له الـ expanded form. كمان بحصتنا اليوم رح نكون عم نتذكر أشكال تانية لكتابة الأرقام. خلوكن معنا لنروح سوا على التمرين التالي. وهلأ رح نتابع مع بعض مع تمرين جديد. الشكل التاني اللي نحنا بنكتب فيه الأرقام هو لما نكتبهم بالأحرف، بنسميهم number words، كلمات ولكن هن أرقام أعداد. matching number words عم بيقولوا لنا هون draw a line to match the number to the correct number word. يعني عندنا هون numbers الارقام مكتوبين مثل ما نحن بنعرف، وهون مكتوبين بكلمات، مش مكتوبين بس باعداد، مكتوبين بكلمات. بعطيكم مثال، هيدي 70 مثل ما عم بلفظ 70 يعني S-E-V-E-N-T-Y يعني الأحرف مثل ما هن، فأنا هون بدي فتش على الكلمة يلي بتقلي شو هو هيدا الرقم. رح فتش على 70 70 70. فإذا هيدا طريقة تانية لنكتب فيها الأرقام، بيكون رقم ومنكتبه بالأحرف منسميه number word، وطلبوا منا انه نعمل خط نوصل العدد الصحيح بالكلمة الصحيحة. هيدي 70 70.
اوكي هلا انتم انتبهوا للارقام التاليه وساعدوني وساعدوني فيها كمان. عنا 56 56 مثل ما عم بلفظها هون لازم تكون مكتوبه بالاحرف. بدي فتش على 56 83 91 29 70 88 38 56 56 هيدي 56، لكن لازم اوصل هيدا العدد بهيدي الكلمة number word. هيدا number وهيدا number word. word يعني كلمة. next number الرقم التالي هو 38 38. بتطلع هون بشوف وين مكتوب 38 بالأحرف words. 83 91 29 70 88 38 38 38 38 بوصلن ببعضن 38 number 38 هي number word الكلمة تبع هيدا الرقم كيف مكتوبة بالأحرف ككلمة. بعدين عنا 91 91. فتش على 91 هون في 83 هون في 91 91 91. فإذا لازم أوصلهم بخط number والnumber word الصحيحة المناسبة. من بعدها في عنا 83 83 83. شفتوا كيف مكتوبين بالletters؟ This is the number word. هون is the number. This is the number العدد وهون the number word الكلمة يلي بتقلي عن هيدا العدد 83. يعني لازم وصلها بهيدا الشكل. بعدين عنا 29 29. هو اللي أخدوا 29 29. بوصله بالكلمة المناسبة. وآخر وحدة هي 88 88 88. لكن هيدي كمان طريقة لنقدر نكتب فيها الأرقام بشكل number words بالأحرف والكلمات ونكون عم نعبر عن الأعداد. اكتبوا هالأمثلة عندكم بخط حلو وتدربوا عليها وخليكن مستعدين لنروح سوا لآخر فقرة بحصتنا. Is 99. 322 is 322. 516 is 516. 100 is 100. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. بهيدي الفقرة رح يكون عنا كمان تمرين وهيدا تمرين عم بيساعدنا إنه نقدر نشوف الأرقام ونعمل مقارنة بيناتهم. عم بيقولولنا reading, writing and comparing. بنقرأ الرقم بنشوفه بنكتبه وبنعمل مقارنة. هون في عنا جدول فيه numbers كلهم فيهم hundreds و tens once. In the table بهيدا الجدول can you find فيك تلاقي a number between 300 and 350.
يعني فينا نلاقي رقم بين 300 و 350. إذا عم بيقولوا لنا between 300 and 350 يعني لازم يكون أكبر من 300 وأصغر من 350. لازم يكون bigger than 300 and smaller أو less than 350. أوكي؟ حتى أعرف بما أنه عندي نفس رقم الـ hundreds هون، ما بتطلع على الـ hundreds، بتطلع على الـ tens. يعني الـ tens لازم يكونوا أكثر من zero ولازم يكونوا أقل من 5. شوف هون وين في 300؟ في 388، في 309 بال 300، لازم يكون نفس الرقم الـ hundreds. 388 بتزبط شي هون؟ الـ 8 tens هي أكبر من الزيرو، ممكن إنه تزبط، بس هل الـ 8 tens هي أصغر من الـ 5؟ لأ، فإذا هيدا الرقم ما بيزبط إنه يكون الجواب. 309 بتزبط لأنه عندي 0 tens، فيني أطلع ساعتها على الـ ones وشوف إنه هون في ones أكثر من 0 وبقدر أحط الجواب 309. رح أعمل بعد أنا مثال وبعدين بترككن أنتو تكملوا الباقي عندكن وتكتبوهن حتى تتدربوا عليهم. In the table, can you find a number between 650 and 700? 650 يعني لازم يكون أكبر من 650 and 700 يعني لازم يكون أقل من 700. بتطلع هون وبشوف كل يلي هن 600 ببلشوا. في هون 629، في 658. 629 بتزبط هون؟ لا، لأنه هي أصغر من 650. بشيل هيدا الاحتمال، بضل عندي هيدا الاحتمال. شوفوا إذا ظابط. 600 650، لازم يكون أكبر هون، الونز لازم يكونوا أكثر من زيرو. 8 هي أكثر من زيرو، مظبوط، وهيدا الرقم هو أصغر من 700، فهيدا هو الجواب الصحيح 658. A number smaller than 150، رح أتركه لإلكم تطلعوا هون وتشوفوا رقم أصغر من 150 وتكملوا أنتوا الباقيين. A number between 550 and 630، a number that has 300s, a number that has 5 ones، بتشوفوا أي رقم فيه 5 ones، a number that has 2 tens، بتطلعوا على شي رقم فيه 2 tens مثل هيدا، مثل هيدا، a number that has 2 digits the same، رقم فيه رقمين مثل بعض مثل هاي مثلا، a number that is less than 10 away from 700. نجرب انه نلاقيها. فاذا رح اتركها معكم وانتم تشتغلون هيك ما بتعودوا تنسون ابدا. وهلا يا اصدقائي صار الوقت حتى ودعكم، رح ارجع التقي فيكم بحصه جديده، بس قبل ما ودعكم بدي اذكركم انه انتم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك www.facebook.com، بتفوتوا على الصفحه اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز، وهونيك بتقدروا تبعثوا لنا رسائلكم ونحن رح نكون كتير فرحانين. وهلأ بودعكم، بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. Let's measure together. Let's measure together. To measure objects we use units of measurement. To measure length and height we use centimeter. Longer distances are measured in meters. A long way to travel is measured in kilometers. Let's measure together. Let's measure together. To measure objects we use units of measurement. To weigh food we use grams and kilograms. To weigh our body we also use kilograms. Let's measure together. Let's measure together. To measure objects we use
units of measurement. Small amounts of liquid are measured in milliliters. Larger amounts of liquid are measured in liters. Let's measure together. Let's measure together. To measure objects we use units of measurement.